دلوقتي كلها، ورحنا عملنا التحاليل الخاصه بتحليل الفيروس سي، بيعملوا تحليل خاص بفيروس سي وتحليل خاص بالسكر وقياس الضغط والوزن والطول. فتقريبا يعني انت بتعمل تشيك اب على صحتك كامله يعني. في حي جنوب عندنا هنا في الشيخ حسن في يوم عملت التحليل والحمد لله الدنيا تمام يعني. بالنسبه للتحليل ده بيطمن الواحد برضو على حالته الصحيه. انا لسه حضرتك بس عندي اهل البيت كله عملوه. ناوي تعمل الاختبار ده ولا؟ بامر الله باذن الله. انا ما عملتش بصراحه التحليل لكن ناوي ان شاء الله قريب. طبعا عملته اكيد، وكل اللي كنت اعرفه ما عملش برضو كنت بقول يعني اعمله عشان تطمن برضو على صحتك، لان برضو التحاليل بره غاليه، دي حاجه مجاني. عملته الحمد لله طلع سالب، وصراحه ربنا مشروع حلو ووفر للناس الفقراء. لو المبادره دي مش موجوده هل كنت هتفكر ان انت تروح تعمل التحاليل دي ولا كنت هتكسل؟ صراحه يعني ما هكذبش عليك انا ما كنتش اعملها، لان انا طبعا وقتي كله في الشغل، فطبعا مين اللي هيفكر انه يروح يعمل حاجه زي كده. فطبعا هو اعطى دفعه للناس كلها انها تنزل تعمل التحليل ده. انسان منا ما بيفكرش في الحاجه دي الا ما بيكون فيه عنده تعب، اما يكون هو سليم ما بفكرش في الحاجه دي خالص. فكرت امبارح بس كان عندي شويه شغل، بس اكيد هروح يعني، بس مش هروح لوحدي، هروح اخد المدام وهروح انا وماما والمدام يعني. مبادره كويسه جدا ومبادره قوميه مفيده للناس، انها في حد ذاتها بتضيف كمان انها بتديهم العلاج مجاني، علاج الفيروس ده مجاني، وده في حد ذاته بيوفر لهم تكاليف كتير ممكن المواطن العادي يتكبدها في مقابل رحله العلاج من فيروس سي.